منذ قرون ونحن نحاول تطبيق الشريعة، وأنا أرى بأن هذه الفكرة هي فكرة خيالية. وعليه أدعو وبحب وبصدق كامل كل شخص يحلم بتطبيق الشريعة أن يراجع أقرب طبيب وبأسرع وقت ممكن. ما هي الأسباب؟ سنحاول أن نناقشها معا في هذه الحلقة. كونوا معي، معكم منصور ناصر. السلام عليكم أصدقائي، وحلقة جديدة من أوهام الدين. السؤال الذي أردت أن أطرحه في هذه الحلقة أنه هل أن شعوبنا تريد تطبيق الشريعة فعلا كما يزعم الإسلاميون؟ قبل هذا طبعا لابد أن نعرف ما هي الشريعة أولا، وهل هي شريعة متماسكة ويمكن لأي شخص أن يخرجها من عبه أو يخرجها في كتيب صغير ويبدأ في تطبيقها مثلما يعني الكتيبات التعليمات التي تأتي مع الأجهزة، مجرد أن يطبقها تحدث أخطاء بسيطة ويعالج الموضوع هكذا أم لا؟ طبعا هذا موضوع خصص له حلقة خاصة، وأرى فيها بأن كلمة الشريعة هي كلمة وهمية في مضامينها وحتى في تشريعاتها وحتى مبادئها الأساسية، راح نناقشها لاحقا. المهم ثانيا، السبب الثاني الذي أوضح فيه أن هذه الفكرة هي فكرة طوباوية وخيالية، وهي أن إذا افترضنا نحن الآن أن الشعوب الإسلامية باشرت بتطبيق الشريعة، وطالما فعلت هذا ولم تنجح فلنفترض أنها باشرت في هذه اللحظة تطبيق الشريعة وكما تشاء، وباعتبارها أنها فرض لازم على كل مسلم، هذا كما يقول الإسلاميون طبعا. ولكن راح تواجه مشاكل خطيرة جدا، وهي أن هناك واقع آخر غير إسلامي يسيطر تماما على كل ما يتعلق في بحياة البشر حاليا. ما كل جنبات الكرة الأرضية الآن مسيطر عليها من قبل دول عظمى، دول كبرى، لا وجه للمقارنة بيننا وبينها على الإطلاق بأي صورة من الصور. هي ليست أمر يعني كما حدث في أيام الفتوحات الإسلامية أن هنالك مجموعة قبائل غزت دولتين مثل الفرس والروم، كانوا منهكتين من الحروب المستمرة، وأيضا كان هناك مجاعات وأوبئة وتغيرات جغرافية كما أثبتت البحوث الأخيرة أدت إلى دخول القبائل العربية. ويقال أنه هناك كلام دقيق بأنه لم تحدث حروب كبيرة ومعارك ضخمة، إنما كانت ساحة فارغة تقريبا تم ملئها عبر الجيوش الإسلامية أو ما سميت إسلامية لاحقا. المهم هاي القضية الآن اللي نقول الآن الأمر غير شكل، الأمر لا يتعلق بغزو واقتحام حدود أو رفع حدود أو ضم ممالك وشعوب إلى ممالك أخرى. هذا الأمر من الاستحالة أو فوق المستحيل أن يحدث بعد الآن. البشرية تجاوزت هذا النمط من الحياة والعمل، فبالتالي هذا إحنا افترضنا أنه نحن الحالمون بوجود شريعة، هؤلاء يتغاضون عن حقائق هائلة وكبيرة جدا، يعني عن غباء أو عن جهل أو عن طوباوية أو عن التمنيات يعني أو مراهقة فكرية وتظهر، يعني يسمون أنفسهم ما يسمون، لكنها هؤلاء لن يستطيعوا أن حتى لو وصلوا أحلامهم إلى حدها الأقصى، في هذا الحد الأقصى لن يستطيعون تجاوز معايير حقوق الإنسان وحريات البشر، وإلا فأمامهم حل وحيد وأخير وهو مواجهة العالم كله. لا يمكن للتلاعب مع العالم أو لأن هذا التذاكي الإسلامي الذي ينجح مع الناس الجهلة والبسطاء أو الخائفين، لكن مع العالم هذا لا ينجح، لأنه احنا أصلا لا تقارن قوتنا بقوتهم على الإطلاق بأي مقياس من المقاييس. فمن يجادل وينافح ويحاجج أقول له أسئلة بسيطة في مجال واحد، مجال التعذيب، يعني الحدود والعقوبات. فهل يمكن للعالم الآن أن يصمت أمام مشاهد تطبيق الشريعة من قطع رؤوس مثلا وقطع أيدي ورجم وتعزير وجلد علني أمام الناس؟ هل يمكن للعالم أن يصمت عن أمور من هذا النوع؟ طبعا لا أحد عاقل يرفض هذا الشيء، يقول لك لا احنا ما عندنا مشكلة نجري هاي القضية بالسر، لكن هاي المسألة أيضا لا يمكن كتمانها، يعني ليست أمر، بالعكس هو شروط الشريعة أنه تمارس علنا. وأيضا بالصعيد الآخر، حتى الإسلام الإنسان المسلم العادي لن يتقبل هذه الممارسات. صحيح أكل الكثيرون يتقبلوها على مضض، لكن هي تبقى شكل إشكال هائل يتعلق بقيم الشريعة نفسها. السبب الثالث هو أن قيم العصر الأخرى غير هذا اللي ذكرتها لا يمكن تجاوزها، يعني مو المسائل القانونية، مسائل التمييز العنصري مثلا، التمييز الجنسي، ضرب الزوجة، إهانة النساء، ضرب الأطفال،
يعني وأيضا حق التعبير، حق يعني قضايا الرق أيضا، نكاح القصر، الزواج يعني القاصرات، هذه كلها قضايا لا يمكن الآن يعني هي كلها هي هاي الشريعة، يعني ما الذي يتبقى من الشريعة إذا تم تطبق هذه الأشياء. فعلينا يعني هذا دليل على أنه من يتحدث بهذه الطريقة هو عليه أن يراجع أقرب طبيب نفسي. السبب الرابع هو أن ما يعرفه أو يرفعه الإسلاميون اليوم وخلفهم عبيدهم وأتباعهم طبعا من شعارات مثل ديمقراطية بما لا يخالف شرع الله، أو حريات بما لا يخالف شرع الله، كما يقول صديقي مؤمن عندك مؤمن سلام أدى أكثر من حلقة حول هذا الموضوع. يعني هاي الشعارات شعارات غير واقعية وغير عملية. الكلام الأدق هو أنها غير قابلة للتطبيق على الإطلاق، هي ليست أكثر من محاولة لحشر يعني حشر وقولبة القيم الإنسانية الحديثة أين في إطار الشريعة. يعني أنت تجي تجيب الشريعة بقيها لبسة يعني مقدسة ما تقدر تلمسها يعني، فتجي تحشر بها شيء لا يتأقلم معها على الإطلاق. هاي المحاولة هي بحد ذاتها اعتراف ضمني، اعتراف كامل باستحالة تجاوز هذه القيم، لأن أنت ما الذي يجبرك على أن تأتي بهذه القيم الحديثة المعاصرة وتحشرها قضية لها عمرها 1000 سنة؟ لا يجبرك على هذا الشيء إلا وجود أن هذه القضايا لا يمكن تجاوزها. فأنت ماذا تفعل؟ كأي طفل يحاول أن يحافظ على لعبته القديمة، فيأتي يحاول أن يشكل مسخ من شيئين لا يمكن أن ينسجمان على الإطلاق. والحل السليم لهذه المشكلة أنه مجرد واحد يقول الحقيقة كما هي، يقول هذه لا القيم المعاصرة لا واللي هي قيم معاصرة بالمناسبة ليست قيم أتحدث عن قيم يعني موجودة هكذا وآراء شخصية، لا، قيم جرى تعريفها قانونيا ومنتشرة ويجري العمل بها وتفرض على الدول فرضا، ليست مجرد كلام يعني لكي يدرك الذين لا غير مطلعين على هذه الأمور يدرك معنى من نقول هذه القيم الأساسية في عالم المعاصر، معنى هذا القانوني والاجتماعي وعلاقات بين الدول والدبلوماسية الدولية والقوانين، حتى القوانين المحلية لازم تخضع لهذه الأمور. فقضية مو مجرد كلام وآراء، لا، أكو شيء حقيقي. بالتالي الحل الوحيد هو ليس أن تحشر الشريعة، تحشر هذه القيم داخل الشريعة، لا، قل أنها، كن صريح وكن شجاع وقل هذه القيم لا تنسجم مع الشريعة وانتهى الأمر، كما فعلت العديد من الحركات مثل داعش والقاعدة، قالوها لا تنسجم مع شريعتنا. وهذه هي حتى أيضا دليل آخر، هذا أدى إلى أن يتحالف العالم كله ضدها، العالم كله تحالف، لأنه مسألة لا يمكن التغاضي عنها عالميا، يعني مو بس العالم كسياسة ودول، صحيح الدول بيناتهم مؤامرات بيناتهم قضايا، لكن الرأي العام العالمي لا يمكن أن يتقبل هذا الشيء. هذا صار نوع من الثقافة العامة، مسألة أساسية، ليست مسألة مؤامرات وسياسة ولعب وتذاكي وهذا ونظريات مؤامرة، لا، الموضوع ما له علاقة، الموضوع أنه صار جزء أساسي من ثقافة الإنسان المعاصر. هاي هي التي يستجيب لها السياسيون والذين يعملون على أساسها ويقدمون برامجهم بهدف انتخابها وتنفيذها على أرض الواقع. فبالتالي مو مسألة يعني واحد خاف يضحك علينا يقول لا أكو مؤامرات وما لا، ما لها علاقة. فبالتالي قل لن الحل الوحيد هو أن نقول أن هذه القيم لا تنسجم مع الشريعة كما فعلت الداعش والقاعدة، وهذا تحالفت دول العالم ضدها، وتحالفت حتى مو الدول التي هي متحالفة أصلا، لا، الدول التي تكره بعضها بعضا وتحارب بعضها بعضا مثل إيران وأمريكا تعاونوا ضد داعش وتم القضاء عليها بسبب تعاونهم، والحركات الشيعية والسنية ودول المنطقة بأكملها، الدول يعني المتحاربة عبر عقود وقرون ربما، هؤلاء تحالفوا ضد داعش. لماذا؟ يعني كما قلت لكم انه لا تنسجم مع الواقع، وقالوا هذه القيم المعاصره لا ترق لنا وهذا تطعن في ديننا واسلامنا وشريعتنا ونحن سنطبق شريعتنا. والامر نفسه مع طالبان الان تركوها، يعني من بلد منتهي. فبالتالي هي لابد ان نفتهم الامور بهذه الطريقه. السبب الخامس من لخياليه هذه المشاريع هو ان محاوله حشر وقولبه القيم الانسانيه الحديثه في اطار الشريعه، هذه المحاوله ليست جديده، هي جرت منذ قرن كامل من ايام محمد عبده وقبله ايضا طهطاوي وغيره، ومساله فصلت يعني تفصيلا، وحتى البعض من المفكرين والاسلاميين القدماء بعضهم حاول يحشر داروين بالنصوص المقدسه. محمد عبده قال يعني ممكن نأولها، بس هي مو قضيه تأويل، قضيه عقد من هذا بكثير، قضيه تطبيق المنهج العلمي بالتفكير والعمل، هي مو قضيه داروين، داروين نظريه هي. لكن أكون آلاف النظريات لو نتأمل أكثر. أنا بالنسبة لي اختصاصي فيزياء،
النظريات الكونية الحديثة، النظريات النسبية وغيرها، هي تضرب الرؤية الدينية طولا عرضا، لكن لأنه فهمها المسألة أعقد من فهم مسألة نظرية داروين، تم توجيه الاتهامات لداروين، غفر الله له ولنا أجمعين. نفس الحالة، هذا الحشر والقولبة هي مسألة من زمان، بعضهم طلعوا مثل عدنان إبراهيم قال لا داروين، وقال إنه داروين، وهنالك بالنص المقدس بعض الإشارات إلى أن هنالك أناس آخرون، حتى على البناء على ذكرني أبو علاء المعري يقول ربما كان هنالك قبل الآدميين أوادم، فمعنى أنه هو هذا أبو العلاء المعري عنده ضربات قوية، حتى بالآية القرآنية معروف أنه يعتمد عليها، عدنان إبراهيم يقول أنه خلق قبل الناس أناس يسفكون الدم، يعني عندما أراد الله خلق الإنسان فالملائكة اعترضوا قالوا أتريد أن تخلق من يسفك الدم فيها، كأنما أكو حادثة سابقة، لكن هي التأويلات تبقى موجودة، لكن هي قضية أنه تحشر، نفس العملية اللي قلت عليها، عملية حشر القيم الجديدة والمنهج التفكير الجديد والاختراعات الجديدة في بوتقة الماضي والشريعة الماضوية والبوتقة المقدس الذي لا يقبل التزحزح ولا أن يكون مرنا ومتفهما وقابلا لأن يتطور. طبعا أكو إذا نتحدث بهذا الباب، إحنا أكو ناس طلعوا الاشتراكية في الإسلام، الرأسمالية في الإسلام، وهكذا الحرية الديمقراطية في الإسلام، تخيل الإسلام دين ديمقراطي، وبدت هاي التوليفات العجيبة الغريبة، لكن هي كلها هدفها واضح، أنه تقول أن هذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهو ما عنده أي مشكلة بأي متغيرات. أكل بعض يعني راحوا يسلمون المعرفة، يعني أسلمت المعرفة وأسلمت العلم، وبعض الأحيان قد طلعت على مناهج السعودية والخليج بالثمانينات والتسعينات مناهج يعني يتحدث عن علم النفس وفرويد وغيره، ويدخل وقال الله وقال الرسول، وبعد ذلك يجي يتحدث عن النظرية العلمية الفلسفية أو النظرية علم الاجتماع أو علم النفس وغيرها من مجالات العلوم. البعض أيضا راح يخترع أشياء لأنها مخيلة وتشتغل، أنت تركب شيء على شيء، الدماغ هو جهاز منطقي وفر لك هاي الإمكانية، احنا نعتقد أنه هذا عقل وهذا ذكي، لا ما هو الدماغ هو جهاز منطقي يشتغل يسوي لك يمنطق لك الأشياء، لكن هي المقياس مو أنت منطق الأشياء، أنت تختبرها وتجدها موجودة على أرض الواقع. بالتالي أكون نجد بعض أنه راح يتحدث أنه إسلام نصير الحريات والتسامح، وهذا الإسلام نفسه اللي يعتبر عبودية الإنسان وخضوعه وامتثال الكامل والمطلق اللي هو ركن من أركان الدين، يعني أنت العبودية لله يعني ومن وكلاء الله طبعا، فأنت تيجي تقول لا الإسلام هو دين، يعني دمرت الإسلام كله. فبالتالي هي قضايا مخجلة بصراحة، يدعون بأن الإنسان إسلام يعني يحث على منح الإنسان حق التعبير والقول والعمل واتخاذ القرارات الخاصة به كإنسان، يعني مثل أن يغير دينه أو يأكل ويشرب كما يشاء أو حتى يقيم علاقة جنسية مع امرأة تعجبه بدون أن يرجع إلى رأي رجل الدين أو موافقته على الزواج فيما بينهما. القضية الأساسية والسبب الأهم السادس هو أن الإسلام لا يريد الاعتراف بالحقيقة المر، وأن عملية القولبة لا تتعلق بالآخرين إنما تتعلق به هو نفسه، الدين نفسه، أي أن الإسلام عقيدة وفقه وشريعة هو الذي عليه أن يتقولب وليس العكس، يعني إحنا نجدور بالمقلوب، إنما نريد نبقى على أشياء كما هي وما نريد نتمسك بها، ما نريد أنه ما نريد إحنا نروح للعالم ونقول يا أبا إحنا موجودين وريد نتعلم الأشياء الجديدة التي توصلت إليها البشرية، وهذا القديم الذي عندنا هذا الموجود نحاول أن نجد ما يناسب لهذا الواقع الجديد أو العلم الجديد أو المعرفة الجديدة. لا إحنا نريد لا بالعكس، أنتم اللي عندكم لا هو موجود عندنا أصلا، هو بس يسوي له تعديلات، وهذا صار لنا 150 سنة داخلين بهاي الأسطورة التي جعلت شعوب بالملايين بعشرات بالمئات الملايين شعوب مغيبة مريضة نفسيا ودينيا وحضاريا وحتى إنسانيا. السبب السابع هو انه احنا ان استحاله تطبيق الشريعه نابعه من قضيه انه لا يمكن ان تنشر الدين الاسلامي كما هو في اسسه العامه، وليش؟ لانه لا يمكن تنفيذه ولا يمكن تطبيقه، لانه البشريه انتقلت انتقال نهائي وغير قابل للمراجعه من افق قداسه الرحمن او الالهه او الاله الى افق وفضاء قداسه الانسان، يعني الان الانسان هو المقدس وليس الاله، الاله انتهت مهمته او تقاعده أو ممكن التوكل على الله سبحانه وتعالى بشكل فردي والإنسان يتخذ خيارات الخاصة، لكنه لا يمكن أن تأتي بهذا الإله ويعمل على الأرض، لأن أصلا هو الإله لا يعمل على الأرض،
الإله يطلب من الساكنين على الأرض أن يحسنوا عملهم لكي يلتحقوا به أو في جنته أو جحيمه. ليس مشروع الإله هو مشروع أرضي، إنما مشروع سماوي. الأرض هي متاع، هي طريق، هي ممر. فبالتالي الآن العصر بأكمله مختلف تماما. العصر هو الآن كان ما له علاقة بالآخرة ولا بالمقدسات، يعني العلاقة بالأرض، علاقة بالواقع. أضع الأفكار وبعد ذلك أبحث عن ما يتأقلم معها أو يتوافق معها، أو أسوق الأشياء لكي تتقولب وفقا للفكرة التي زرعتها في رأسي أو زرعت في رأسي. لا، أنظر إلى الواقع وتحرك على أساسه. وهذا هو اللي قلب تاريخ البشرية من خلال الدول الغربية أو المجتمع الغربي قبل 5 قرون. هو هذا اللي قلب التاريخ، غير تاريخ البشرية بأكمله وقلبه 180 درجة. كيف؟ لأنه قال لك أنا أنطلق من الواقع، ما له علاقة بالأفكار. الأفكار موجودة مبذولة لكن ما قيمتها بدون أن أجد لها شيء على أرض الواقع. ما أجد شيء لها على يؤيدها على أرض الواقع طز بها، ما أحتاج مهما كانت مقدسة، احتفظ بها لنفسك لكنها لا تنفعني لتكوين مجتمع ودولة وبلد ونظام يوفر حقوق للجميع. هاي قضية محسومة، ولابد أن نعرف هذه المعادلة، لابد أن ندرك أبعادها. إحنا صحيح عندنا أفكار كثيرة لكن القوالب الأساسية للتفكير ما موجودة عندنا، ولا الأبعاد الأساسية لقواعد الرؤية أو مناهج الرؤية الصحيحة لما يحدث. وعليه فأن انتقال البشر النهائي لا يقبل الجدل ولا يقبل النقاش ولا يقبل التأويل ولا يعني التأجيل. هو البشر أصبحوا بشر. أول الإنسان هو المقدس الآن، وليس الرحمن ولا الإله ولا الأنبياء ولا أي شيء، أي فكرة. والنبي أيضا فكرة. وشو النبي؟ النبي والناس والمقدس والكتب المقدسة وغيرها كلها أفكار وكلمات ولغة. ما لنا علاقة باللغة، إحنا لنا علاقة بالواقع. نضع فرضية طبقت نجحت نشتغل بها، ما نبدلها. القداسة أيضا تصبح ليست لإله ولا لعقيدة هذا الإله ولا لدينه الذي يتحكم بالأمور في نهايتها والإنسان. قد تطلع ديانة ماكو مشكلة بعد ذلك، لكن الذي له القدسية وله الأهمية هو الإنسان. بالتالي لا يوجد بعد الآن الأصل هو لا قداسة لنص ولا لقانون ولا لأي شيء. القداسة الأكبر كما قلت هي للإنسان وحقوقه. لماذا؟ لأنه هو الغاية، بل وهو الوسيلة أيضا وهو الهدف. ليس في اللحظة لا، من البداية إلى النهاية، من المهد إلى اللحد، هو الهدف والغاية والوسيلة. السبب الثامن وهو أننا لا نتحدث، يعني ما قصدي أتحدث ضد الشريعة الإسلامية، لا أنا ولا حتى ما أعترض عليها. أنا فقط أقول أنه هذه الشريعة لا يمكن تطبيقها، ليس أمرا ممكنا. فهذا اللي يدعوه الإسلاميين هو مو جهلا أو ادعاء، هذا كلام طوباوي غير معقول. والسبب بسيط، أنه شنو تطبق شريعة هاي اللي هي خارج العصر، خارج منطق العصر كليا، وطبقنا وشبعنا تطبيق ودفعنا ملايين من البشر ضحايا لهذه المسألة خارج منطق العصر. شنو هي قوة؟ هي مجرد عندك حلم يعني تطبقها؟ ما ترهم يعني، شو تسوي لك يعني؟ هي نبتة غريب تمام، نبتة غريبة على هذا الواقع وهذا العصر اللي يعيشه. هو هذا اللي يتحدث بهذه الطريقة، أنه لابد تطبيق الشريعة. هذا مثل اللي يريد يزرع بطيخ على سطح القمر. يعني بالضبط، يعني لا التربة هناك موجودة تربة صالحة لإنتاج البطيخ مثلا، ولا حتى أكو هواء ولا أكو جاذبية في ذلك المكان إن وجدها. يعني حتى إذا وجدها فلن يسمحها بنمو البطيخ الإسلامي الذي يتحدثون عنه. الخلاصة أن الشريعة وأهلها والحشود اللي يجري حشرها خلفها لا يمكن بوضعها الحالي ووفقا لجميع المذاهب الإسلامية قاطبة لا يمكن تطبيقها. هذه الشريعة بغض النظر عن نوع المذهب كلها لا يمكن تطبيقها، ولا يمكن شعارات من يعني على الإطلاق. الأرضية لازمها. السبب ليس أننا ضد الشريعة، إنما نحن علينا أن نكون واقعيين وحقيقيين وصادقين مع أنفسنا ومع ديننا ومع واقعنا ومجتمعنا، وهو أن الأرضية اللازمة لها غير موجودة ولن توجد. وجدت في لحظة سابقة لمرات نادرة ولن تتكرر أبد، بغض النظر عن أنها فعلا جرى تطبيق الشريعة أو لا، لكن هي صحت لها فرص سابقا ولن تتكرر ابدا، لان العالم اختلف تماما جذريا. بالتالي ايضا ان همجيه وعنف الشريعه التي لا يمكن لانسان عاقل معاصر تقبلها يجب تجاوزها كليا. لا يمكن، يعني
القائم على العقوبات، والعقوبات الجسدية والعقوبات الإلهية، واستعباد الناس وتحويلهم إلى كائنات مروضة بالكامل ولا تعرف حقوقها. أعتقد هاي مهمة، يمكن تقبل هذا الموضوع على الإطلاق. أنا أفهم بأنه هاي المسألة عدم التقبل فكرة تطبيق الشريعة مهمة صعبة جدا، لكنها ما هذا، هي أسهل بكثير من خيار الآخر الذي نحاول منذ قرن ونصف تطبيقه، وهو حشر هاي القيم الجديدة التي أصبحت جزء من الهواء الذي يعيشه الإنسان المعاصر، الهواء الفكري والثقافي والحضاري والعلمي والعملي. هاي القيم كلها صارت حياتنا قائمة على هاي القيم. يعني فكرة تطبيق الشريعة فكرة مستحيلة، لكن الأسهل من أتها هي فكرة أنه إحنا نجعل الشريعة متقبلة للقيم المعاصرة بدلا من أن نفعل العكس. وبالنهاية نعمل جميعا على أن نجعل هذه الشريعة التي نعيش عليها قابلة للتطور وقابلة أن تتأقلم مع الواقع المعاصر وتطبق أو تفعل ما هو ملائم لحاجيات ومتطلبات المجتمع الحديث. وحينها أنا واثق يعني لن يعترض علي أحد عليها ولا على شيء هذه الشريعة، بل سيباركها الجميع وبالنهاية تنحل جميع مشاكلنا. الشريعة لا تصدقوا ما يقال أن الشريعة مسألة مقدسة ومذكورة بالقرآن ونازلة من السماء، هذا كلام يضحكون به على السدج والذين لا يعرفون حقيقة الأمور. شكرا جزيلا وأسف على الإطالة، مع السلامة.